الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صعب علينا وإحنا في جمعة ختام الصوم إن نسمع من المسيح فدينا ومخلصنا والذي صام عننا 40 يوما و40 ليلة وصلب على الصليب. صعب علينا جدا نسمع هذا القول: هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. ليه؟ وكيف تطلع من بقه وهو اللي جاي يفدي ويخلص؟ ازاي يقول هو ذا بيتكم يترك لكم خراب؟ ولأي مين؟ لليهود بتوع زمان؟ ولا لا سمح الله يكون لواحد مننا؟ كلام المسيح لا يقتصر على زمن ولا على جيل ولا على شعب، لكن كلامه إلهي ممتد، فالكلام قوي ممكن يكون لينا. بولس الرسول قال إنه مع بقاء الوعد بالدخول إلى راحته يوجد واحد منا يخاب منه، لكن كيف؟ ده سؤالي. قال المسيح قبل ما يقول الكلمة دي وقف موقف حساب مع الإنسان أنا وإنت، سيبك من إسرائيل، وقال له: كم مرة أردت وأنت لم تريد؟ صحيح أنا حنسى كل الإنجيل وحمسك في آية واحدة. كم مرة سمعت مني يسوع اللي بيكلم: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوس. كم مرة سمعتها من بق المسيح وإلى الآن مش قادر أتضع، مش قادر أختفي في الكنيسة، لازم أنا أبان. نفسي أشوف في الكنيسة سام متضع مش عاوز يبان. نفسي، لأنه حنقف موقف من المسيح يقول: كم مرة قلت لك ده أنا، كم مرة قلت لك تعلم مني لأني وديع ومتواضع القلب ولم تريد. عرفت ليه ممكن قوي يقول لواحد مننا هو ده بيتك يترك لك خراب؟ أي بيت؟ بيته هو. هيفضل شكلك بيتك أنت زي الفل وكرامتك بتزيد بس في الأرض، لكن بيتك اللي بناه هو بإيده زي ما قال في العبرانيين بناه بإيده، ده خراب، ده مش ساكن فيه المسيح، أنت ساكن في جوه نفسك وخلاص. تعلموا مني لأني وديع متواضع. إحنا داخلين على أسبوع ما فيهوش أكتر من إن الواحد يبص على صليب المسيح وألامه. بعد ده كله لسه في نزات، لسه عاوز أطلع وبان وأعمل ما يجيش الوقت. كم مرة؟ ما كفاية ذات وظهور وزعل من بعض وإدانة بعض. مين اللي بيدين الآخر إلا اللي نفاكر نفسه كويس؟ مين اللي بيغضب على الآخر إلا اللي فاكر إنه أحسن؟ ما كفاية. كم مرة أردت ولم تريده؟ ما تاخدش كلام المسيح بخفة. كم مرة؟ ده بيعد علينا. كم مرة سمعت؟ معدودة علينا. والمقابل: لم تريدوا، لم تريدوا، لم تريدوا. عشان كده قلت ما يصحش بعد ألام المسيح وصليبه وصيامه عننا تطلع منه الكلمة دي إلا للي رافض. ولكن إحنا أولاده، أولاد دمه وأولاد اتضاعه. تعلموا مني يسوع لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لربنا المجد للأبد أمين.